أعزائي المشاهدين، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. جمال العمر رجل يقطن في البادية، يزاول بعض الأعمال التي تعود عليه بالنفع ويسهر على مصالح أسرته. في يوم من الأيام سافر بحثا عن ضالة، فأصابه عطش كاد يودي بحياته. منذ ذلك اليوم وهو يعاني. بعد فترة تم تشخيص حالته واكتشف أنه يعاني من أمراض ستؤثر عليه بقية حياته. زرناه لننقل لكم واقعه عن قرب لنتابع. حالات إنسانية في الأطراف وفي الأحياء الشعبية نصل إليها في كل مرة لننقل لكم الصورة الكاملة عن آلامهم وآمالهم. في هذا الحي نصل إلى هذا البيت المتواضع الذي يتقاسمه عدد كبير من الأشخاص. في غرفة ضيقة محاطة بعديد الأواني لأشخاص مجاورين يعيش جمال العمر وسط جو غير ملائم. قصة جمال في فصولها الكثير من المعاناة، فهو رجل يسكن في البادية يمارس بعض الأنشطة ليعيل أسرته. خرج يوما في البحث عن ضالة وقطع مسافات كبيرة، ثم أصابه عطش شديد كاد يقضي على حياته، لكنه نجا بأعجوبة. منذ ذلك اليوم وجمال حالته الصحية في تدهور مستمر، وبما أنه يسكن بعيدا عن العاصمة فقد تردد كثيرا في الذهاب إليها للكشف عن حالته الصحية، لكن التدهور الكبير أجبره على ذلك. وصل جمال إلى المستشفى ليبدأ رحلة علاج ستطول كثيرا، ولم يخطر بباله أن بقية حياته سترتبط كليا بالمستشفيات، فقد أبانت تلك الأعراض التي كان يعاني منها إصابته بأمراض مزمنة حولت حياته من حال إلى حال. فبالإضافة إلى إصابته بالفشل الكلوي يعاني من أمراض أخرى سيستمر علاجها طويلا. لم يكن جمال يتقبل واقعه الصحي الجديد، وهو الذي اعتاد الحركية والنشاط، لكن الواقع يفرض ذلك. هي لحظات صعبة حين أدرك الحقيقة التي لا مناص منها، فالارتباط بالمستشفى لم يعد خيارا، والتصفية يجب أن تحصل 3 مرات في الأسبوع.
تبدأ رحلة أخرى من المعاناة في حياة جمال داخل المدينة، فليس لديه سكن والوسائل التي تمكن من ذلك معدومة، ولأنه يحتاج للمؤازرة ومن يعتني به فقد قرر الإتيان بالأسرة وهم بممارسة بعض الأعمال، إلا أن النتيجة كانت ثقيلة عليه، فقد انفجر جهاز التصفية المثبت في ذراعه، مما زاد من معاناته أكثر، ليقرر عودة الأسرة إلى البادية ويبقى هو في دوامة لا تنقطع. يظل نهاره داخل المستشفى، وبالليل يعود إلى هذا البيت الخرب لينال قسطا من راحة افتقدها منذ زمن. يشعر جمال بحزن كبير، ولا يفتر لسانه عن ترداد مشاكل الأسرة والأبناء الذين تركهم في البادية ولا يعرف حالهم إلا الله. رغم أن جيتهم البادية وجيت للطب وجاي فاس وعندي شنديات، كان بداية صحتي مشيت مسافر وعطشت عطشان أمانة عطشان، ومنها جيت للطب. إن جيت للطب زمن عالي فيه، هذاك ما ينفعني، وقت نصفي لذلك 4 سنوات أنا الصفي والله ذاك، وأعطيني مولا زاني رقع أعطاني البيت أتساكن فيه، ولا عندي حول ولا قوة. طب ما دي يرفعني فاصل ويرفعني مرضك ماري، ولا عندي سبة. الأيار كانوا معايا هون، ولا هو ما قد تم مسيرة راس مسيرة إياه، وأنا ما نشقى ويقرون ولانا حالي تو قاس البادي، ونهار نظل في الطب ونديل نروح للبيت، ونهار مكة وفاس، ولا عندي سبة. وانت أقول 200 إلي 200 غاية المتن، والأيام مودي شو البادي ضم إلي، وأنا ما قد نشقى. شو لو سقطت في 600 طرطقت طردت شغلتي، لو تميت نشغل بيها طردت، وهاي الصنعة قد تم نشغل بيها مودي، حتى كان لقد ساعدني لا يواسي هاي المدان زازي بالخير، كان قد ساعدني زازي بالحسن. ولكونهم أدرى بواقع مرضاهم، اتصلنا بأحد الأطباء المشرفين على علاج جمال والعمر. في الحلقة إن شاء الله تعالى نتكلم عن الأخ جمال العمر. جمال العمر هذا شاب يصفي في الطب له 5 سنوات، بديت عليه التصفية له 5 سنوات إثر وعكة صحية قلت له كان ماشي تعب ديزدراتاسيون، يعني فقد مياه حاد وسبب له ذا، وللأسف كان معاه صاحبه ضغط، هذا الضغط وذاك نقص المياه سبب له ذاك الفشل الكلوي للأسف عقب عاد مزمن. هذا شاب ساكن في أحياء بعيدة شوي من الأوبيتال المستشفى، يجي كل يصفي 3 مرات في الأسبوع، يجي بشكل دائم الأوبيتال، هو من نفسه ما عنده عمل واحد فيه، وشخص محتاج جدا، ساكن وحده في مكان بعيد من الأوبيتال في حي تعبان، يعاني من كثير من الأمور، يحتاج مساعدة، اللي قاد المسلمين يساعده فيه لجر، وهو شخص محتاج، وبأسرته خلاها في انتيكان، وأصلا أسرة ساكنة في انتيكان، عاد ساكن هون وحده ما عنده شيء يعيلهم به، وعاد ساكن هون، الأسرة بقات هوك شرطة، كان لا ما عنده شيء معاه بي، ما يشتغل، ما قد يجيبهم معاه بي، اللي ساكن في بيت اللي ما هي قاعد ما يقدر يسكن معاه بي الأسرة، وهو ما يشتغل، ذلك قاعد يساعد المسلمين يساعد وزهم الأخير. هذا هو واقع جمال،
ظروف صعبة بسبب أمراض مزمنة لا ترحم، وأسرة كانت تعتمد عليه أصبحت بلا معيل. وهي فرصتكم أيها المحسنون، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إخواني، هذا البرنامج برنامج يثيرون على أنفسهم، وفق الله عز وجل هذه التلفزيون الموريتانية يتقدم. إخواني، هذه فرصتكم، هو برنامج يقدم الله في رمضان، ويعلم الله عز وجل أنه يستهدف ناس فقراء جدا ومرضى جدا، فقراء الفقر المدقع، الواحد ما يقدر يشتري وصفة طبية، ومرضى جدا. هذا البرنامج إخواني وخذ الله في رمضان، نادوكم كاملين، عيطولكم كاملين، نستهدفوكم كاملين، إخواننا في الداخل وفي الخارج، سالين رب العالمين السميع العليم، حد انفق فيه الشن مولانا عز وجل يتولاه في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إخواني، الألم شديد، تساهموا مع أخوتكم، هذا اللي ما تعرفهم، وهذه صدقة السر التي أهلها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشماله ما تنفق يمينه. هنا في هذا البرنامج، برنامج يثيرون على أنفسهم، بهم اللي مصدقين عليهم ما يعرفوكم ولا قد شافوكم، تمشون نحن صدقاتكم اللي ممشين لهم، ونتعاهدوا لكم في بيتهم بيوت الله في هذا الشهر المبارك، من صدقاتكم توصل لهؤلاء إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم، وأن يرفعكم درجات، وأن يكثر أموالكم، وأن يقضي حوائجكم، وأن يضاعف لكم تلك الصدقات، وأن يرفعكم بها جميع الآفات، وأن يقضي لكم بها جميع الحاجات الدنيوية والأخروية. آمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أعزائي الصائمين، تابعتم معنا الحالة الصحية للسيد جمال العمر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.